لا يوجد ناس عاديين وناس غير عاديين. كل السوريين هم سوريون مهجرون ولاجئون في تركيا الآن. لا نريد أن نتكلم بهذا المنطق، لكن عندما يكون هناك شخصية عامة تتعرض لهذا الأمر، فالتركيز على الشخصية العامة أسهل بكثير من التركيز على حالات متفرقة لا يمكن أن يكون هناك ضخ إعلامي وضخ حقوقي كافي بما يتوازى مع ما يحصل الآن مع زميلنا ماجد. نعم، استغلال هذا الأمر لتسليط الضوء على القضية بأكملها هو أمر إيجابي ويجب تكريسه بشكل دائم. بالنسبة لموضوع ماجد وخصوصية ماجد، ماجد الحقيقة تم معاملته معاملة خاصة في هذه القضية منذ لحظة ما قبل الاتهام. يعني عندما تكون هناك سياسية تركية تتواصل مع جهات تابعة للمخابرات السورية ويتم تدبير مكيدة لأحد زملائنا، فالأمر ليس مجرد عملية ترحيل، هناك مكيدة أديرت من قبل المخابرات السورية في دمشق، تمت بالتنسيق مع سياسية تركية والرسائل موجودة ومنشورة. إذن هذه السياسية التركية المعارضة ومن يقف خلفها ممكن أن تتمادى في هذا الأمر مع الجميع. يعني لن يتوقف هذا الأمر عند ماجد، وليست الآن القضية هل ماجد بصموه بالإجباري ولا ما بصم ولا ضربوه ولا ما ضربوه. الآن ماجد هو جميع النشطاء السوريين في تركيا. أي ناشط سوري معارض للنظام هو الآن مكان ماجد. هناك حملة واضحة وصريحة وأصبحت معلنة بين المخابرات السورية وبعض الجهات المعارضة التركية.